الكلام يرجع للشط فخر الدين فخر الدين يا رجعة السيف يا سنين الكبر يا سنين فخر الدين يا حراشنا حور في جبالنا غني فرسان لبنان عخيول البحر جاي يا فخر الدين يا رجعة السيف يا رجعة الغار يا سنين الكبر يا سنين أنا أهلا اشتقت لكم يا أصحاب أهلا وعليك أهلا غبت 5 سنين وما غاب عن بالي هالوطن الغالي وأهله وعالم حبين أهلا فخر الدين يا رجعة السيل يوم الرجوع يوم الوعد والقول راجع أنا تائلكن بدنا نعمر سوا لبنان عيش 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 كيف بدنا نعمره بكل شيء قمح زرع بيادر معاصر نوال ايدين تعالى عمد العين نعمر قصورة نعمر جسورة نعمر ضراج إقلاع نعمر بيوت صغيرة وبتساع أهلا فخر الدين يا رجعة السيف يا رجعة الغار يا سنين الكبار يا سنين بدنا نتاجر ناخد ونعطي نسفر مراكبنا عكل شط بهدني وبكل شط بهدني تنزل مراكبنا وبدنا العلم الفن وننفتح عالكون والكون مش بس لبيوت الهون مش متل ما قالولكن انه حدود السلطنة هي اللي وحدة الكون الكون هون من هون بتبلش اللعبة وتاخد الدربة الدنيا تتوصل لها نجوم القلب لون ولون هيدا الكون نحن سيفك نورك سيفك هدايا المناطق نشوف الهدية رماح وخناجر من وفد الجنوب روح وفريد من وفد البقاع أمنوا عسل من دين الهدية من وفد الشمال خير الأصيلين أقرى الخيال من بيروت أمايل ويقود وفد الجبل الجبل الهدية السعيد وندهب السيف
عجلي يا بنت مش وقت حكي. خلا تحكي. وبرجع بقول قاطع مثل العدل محني مثل التواضع وبحد الفاصل بتخلص لبنان. شو اسمك؟ عطر الليل. تسلمي يا عطر الليل. Mother!
أمير عاوز. مثل العدل محني مثل التواضع وبحده الفاصل بتخلص لبنان. عطر الليل من علمك هالحكيات شفت حالي قدامك ومع السيف وشعب كتير حولي وبدي أقدم الهدية. نسيت شو قالوا لي قوم ولازم قوم طلع بالي هالحكيات. سامع يا شيخ خاطر؟ سامع يا بنتي. يا عطر الليل انت منين؟ انا من انطلياس. وبأنطلياس التقينا بأبو صقر الخازن كنا أولاد صغار وكان خالي أخدنا تيخبينا بعكار. قال له أبو صقر الخازن جيبوهن عبلوني أخدونا عبلوني وربونا ببلوني. شو جابك لهون؟ بيي عسكري عندك. شو اسمه بيك؟ عباس. عباس اللي من أنطلياس عرفته، هيدا عسكري بحبه. وينو بيك هلا؟ واقف بهالليل وجه وجه الليل. يا مولانا المير قلت لهم كلهم صاروا حاضرين، خليهن يتفضلوا. وانتي خليكي هون، كتب لك تضلي هون، مش صدفة جيتي لهون. غيبة 5 سنين وبعدهم بيحبونا، بالحدا لقونا. غيبة 5 سنين الاضطهاد زاد وأهالي البلاد شفتوا ناطرين. الوقت مدهمنا واليوم بسنة، لازم نبدأ. لازم نبدأ. بدكن الاستقلال؟ بدنا الاستقلال. اعتمدوا على الله وعحالكن، خدوه بالقوة بضربة السيف اللي بتضوي. أنا ما عندي لكم غير السهر، غير التعب والسيف ودموع الحجر. جاي أنا تهزكم مثل ما هالريح بتهز الشجر. سهر وتعب ويغلى التمن، نحنا بدنا نعمر وطن. طاعة بس تستطاع. وعد الشرف والطاعة. قدامك منوقف بطاعة الدين، سيوفنا نحنيها لا سيفك يمين. نحلف بشرفنا بالأرز العتيق، بمجدنا الجاي بالعز اللي كان. بكل حبة تراب من أرض لبنان وبحق الإنسان يتمتع بالكرامة ويعيش بأمان.
كل اللي بيتراجع كل اللي بيخون بيكون ملعون. يبس مثل التيني لي وحدة بالجرد لي حارب هالبرد. يحزن مثل السارود يبكي مثل الصفصاف مثل الغيمة السوداء اللي مسمر عالبوض. ولا تشتي عقبر الدنيا وتشرب له تراب الريح من هلأ لمية سنين وغاطخلص الدنيا. شيخ أبو نادر إيادة جيش المشاة لعيونك يا فخر الدين. شيخ يزدك العفيف رسول بهالمناطق لعيونك يا فخر الدين. لقباش حسين الطويل آيد قلعة الشيخ لعيونك يا فخر الدين. يونس هجي وعلي ابن الإيادة الجيش لعيونك يا أبو علي. والشيخ فارس حبيش خزنة دار الملكة وانتي اغني لك هي قاضي احمد الخالدي والشيخ فاضل الخازن. لك باشي كنتك احمد معي بالديوان والله معكن يا اخوان. قرب يا عطر الليل. يا مولانا لي معك حديث. خير ان شاء الله يا بلوك باشي كوجك احمد. حديث على انفراد. الشيخ خاطر مرافقنا وعطر الليل بنت العسكري عباس اللي نعطي العباب الليل. يا مولانا مستحيل تسليم قيادة القلعة للملوك باشي حسين الطويل. وليش يا كوجك احمد؟ صحيح انا عثماني لكن انتم ربيتونا. مولانا انا طامع بقيادة القلعة. نحن ربيناك مش حاسبينك غريب لهالسبب حطيناك معنا بالديوان. يا مولانا المير بخوفني هالرجال لفتاته مثل خنجر. لا تخافي يا عطر الليل بدنا عالخناجر نمشي وطن بدو يتعمر. أنا وإنت وكل واحد إذا منريد بيتعمر. أنا شو بقدر أعمل؟ أنا السيف وإنت الغنية. أنا لي مني حدا وإنت الأمير الكبير. كل واحد يا بنتي منا إله دور. أنا دوري بدو يظهر بكرة بيذكر للتاريخ بالمليح للوحيش بدو يذكر للتاريخ. لكن انتي دورك مخفي ويمكن ما يذكرك حدا ولا يكتب عنك حدا. بدي جرب افهم. انا بسيفي حرر هالمناطق وبحقق لبنان وانت بالغنية بتخلي له اسمه يزهر والمكان. روح بهالطرقات فوتي على البيوت ضلي عنه غني غيرك خلي غني. ومتى الكل صاروا يغنوه بيصيروا يحبوه ويريدوه وبيصير هو الغني. وإذا يا عطر الليل صار ما صار وانكسر السيف بتكمل الغني. Thank you.
ونادروني إلى مين حملني سيف وقال لي قدمي وشو قال لي بالي تحكي يمكن لو سكت يمكن لو ما أحكي كنت هلأ في الليل كنت هلأ بالبيت ويا خطيبي صالح لا تنطرني بهالسهرة ولا بسهرة بكرة ولا بأي سهرة أنا كتبوني عورق النار أنا حملوني هموم الدار أنا كتبوني عورق النار أنا صالح خطيبي حكايات الليالي وفساتين العريس الخياطن ببالي خدهن وعطيهن لشبنية تاني تقدر تسعد معها وانساني ولا تنساني أنا شو بدك تقول؟ أنا اللي بخدمته رضيت اعتبرني غريب وسلم كل المراكز لأهل البلاد شيل الحكي اللي ما بينقال وانكشف قدامي ومثل الصفحة المفتوحة خليني أقراك غير الخيبة ما عندي وقد ما في بقلبك في بقلبي أكتر غلطان اسطنبول رجعت فخر الدين مش لصلاحها مفتكرته معها وهو مع حال وأنا هيك بقول وبدك تسكت؟ بدك ترتاح فايت شجر الزل وتسكت؟ بيك خيك ومرا كبار وينهم؟ ليش سكتوا؟ ليش صاروا مثل السيوف العتيقة المرمية بالأبية عتيقة؟ نمتوا قبل النوم وغمطتوا الحسرة قوموا صرخوا على العالي الناس اللي حوالينكم وينهم؟ راحوا الناس من حوالينا لحقوا صوته كراسينا عم تتزعزع تحت منا فخر الدين مش عم بعرف كيف سرق كل الاشياء حب الناس والنفوس والطاعة أميرة منتهى يا ترى بصوتك في رن التسليم كجك أحمد ما في وقت نكابر على حالنا خطر المير بيطالكن انتو أكتر ما بيطالنا هالرجعة اللي رجعها المشاريع اللي طرحها الكلمات الغريبة اللي شعل فيها الناس بده يعمل جيش يسلم الأهالي سلاح براج لاعش سورة عبكير لازم تتدبر القصة أنا علي باسطنبول يومية تقرير وكلمة مسمى خلف الكلمة أفاعي بسلال الورد وإبر بحرير حتى تهب النار وينقلبوا على المير ويصير اللي بده يصير وإنتم؟ نحنا كنا وبدنا نبقى ضده إذا أنتوا هدنتوا نحنا مش رح منهادن إذا بيجي وخيي سكتوا أنا مش رح هادن ولو ما بقي غيري أنا إلا ما أخذ الحكم رفعت أفندي نظمي أفندي بيظهر إنه المير بدي بسرعة
ولازم نحنا نبدا بسرعه. رتبتوا القضايا؟ كل شيء ترتب. قرب يا نظمي يا فندي. بياعين مضايع متجولين؟ هيدي احسن خطه. اذا عملنا بياعين منصير نقدر نفوت على كل ضيعات، على كل شارع، على كل البيوت. اشاعات في، معلومات في، بيعرف شو بيصير. كتابة تقارير. كويس كويس يا رفعت افندي ويا نظمي افندي، انتو العين الخفية للدولة العلية. بدي مطرح ما توصالوا تنشروا الخوف والقلق، تحرضوا الناس على المير ومن كل البيوت تطردوا له خياله. خلي الحمام الابيض اللي بياخد وبيجيب مكاتيب يكسر السيوف الحدة بريشه الابيض. شغل احمل لك حملي ولا شو الشغل تتجوز تترتب
تجوزتيني وصار يلي صار ساعتها خدي عشغل وتعب ليل نهار. لح يا شكري لح يا شكري ان كان بتقدي جوز نفسها. لح يا شكري لح يا شكري ان كان بتقدي جوز نفسها. لح يا شكري لح يا شكري. مين طلع على الدرجة؟ مين نزل على الدرجة؟
مين طلع على الدرجي ومين نزل على الدرجي؟ هيدي الدرجي البوجرجي. واجيكم بوجرجي؟ هز يا بوجرجي روق، ما هي الدرجي حجار، اذا ما راح حدا عليها نضيعها شو صار؟ سكتي يا مجرجي احسن ما اعملك فرجي. ما زالك عم تحكي هيك؟ يقطع عمر هالدرجي. عم بتسب الدرجي؟ روحي روحي، لا انا خارجك ولا انت خارجك. يا ريتك خدت الطنبرجي. عم بتسب الدرجي؟ هبيك دوباره دوسة درجي. انا عارف ومتاكد انه بحسين اللي طلع ونزل وطلع ونزل وطلع عالدرجي. يا ابو حسين وينك واقف كانك رجال بتجي يا ابو حسين؟ لا لا ليش عم تصرخ؟ قرب شو ضلك عندك، انا بدي اعرف ليش عم تمرق عالدرجي. انت يا ابو جرجي امبارح ما مرقت بالعباره يلي بخرجي انا؟ انا كنت على الحمار صحت جيت بالعباره. لازم تبقى تعلم ما تدوس العباره ابنو. عم تكبر حكي؟ اوعى بدك تقاتل؟ بقاتل. قرب لك بالاول، انا مش رح اتعدى. وانا مش رح اتعدى، بدي واحد يتعدى تتشوف شو بيعمل لك فيه. هلا مين بدنا نضرب؟ يلي بيتعدى علينا. اذا حدا تعدى علينا رقبته بنعصف له هي. وينو؟ مين هو؟ يلي بيتعدى علينا. ايه صحيح وينو؟ طب والله راح والله مكسر راسه. لك لا لك لا بيقوم يقتلكم ولك لا. يا مجرجي مشي الحجل، كرجي 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 خلفي، اوعى تتفركشي بالدرجي يا مجرجي. كرجي 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 قضايا اصمي شرير حرير. رفعت افندي عيبت، مش لازم نفوت على البيوت. ليش يا نظمي افندي؟ اذا انكشفنا وعرفوا انه نحن هيك هيك في قصرات. ما في خوف، نحن من خص السلطان قمصان. شي ممتاز، شي ممتاز كتير. حضرتكم بيعين ايبت، في معكم قمصان من شغل بني عثمان مثل يلي بيلبسوها ببلاط السلطان؟ طبعا في. بدي شي قميص تكون مثل جوانح الحسوب. في واحد قميص شوكوزيل. شو يعني شاكوزيل؟ شوكوزيل يعني كويس. شوكوزيل الظاهر جنابك فهيم. شو الاسم الكريم؟ شكري. تشرفنا، انا رفعت، هيدا نظمي، هيدا قميص. تشرفنا، بس ان شاء الله يكون رخيص. لا هيدا غالي شوي. وليش الغالي؟ انت بيعرف يا شكري بلدكن في ضرائب، كل شي صار غالي. ما بتشوفوا يا شباب انه هالضرائب كتري؟ نحن يا شكري سياسات يوك مش مزبوطة، نحن نشتغل بالشمس والدولة تقبض على الهينة. هيدا حرام ياهو، انتو بيشتغل كتير، برد شتاء زمهرير وضرائب من شان امير. شي خطير لازم نحتاج شكري. يا وش يا وش، اذا في احتجاجات لازم كله سوا سوا. ايه فهمت، يعني مع الشبيبه منحتاج على الضريبه. تمام، من شان شو؟ تعمير قلاع حتى يعمل حرب، واذا بيصير حرب في خراب من شان لبنان. الدوله العثمانيه قويه قويه. سيف السلطنة طويل. ايه يا عمي ايه سيف السلطنة طويل. اتفضل يا شكري قميص. اديش حقا؟ 2 ريالات. ما بيمشي الحال اذا دفعت ريال؟ مالش انت صار صاحبنا، اتفضل. متشكر. اصحى تقول لحدا عن سعر القميص حرير. ولو انا الاغمى ان البير. شوكوزيل شوكوزيل. حرير حرير اقمي ساكتي بضايع. روحوا الله يبيبكم. سيف السلطنة طويل. اه يا شكري وصار اللي في فكري، ولبسوك قميص يلبق لها الطول من شغل اسطنبول. شو هيدا يا شكري؟ اشترينا قميص.
قدي حقها يا شكري؟ 3 ريالات. غالية، غلبوك بحقها يا شكري. كل شي صار غالي لأنه في ضرائب. هلا أنت يا شكري عم تحكي بالضرائب؟ فهموني يا جماعة شو يعني الضرائب؟ يعني نحن منشتغي وشو ما ربحنا وطلعنا الدولة بتبعت رجالة ومن المعنى بتدفعنا. وليش ندفع للدولة؟ شو اجت نكشت معنا؟ وإذا ما دفعنا للدولة نين بدها تساوي دولة؟ أنا يخلوني فلوسي وعمره ما يكون في دولة. لازم نحتاج، لازم نحتاج. ده هو الشيء خاطر. وين الشيء خاطر؟ يعطيكم العافية. بعد عنا عافية؟ شيلوا هالضرايب عنا تتجينا العافية. مش معقولة هالقصة، واحد عنده شقفة طينة يقعد ينكشف هالشمس والدولة تقبض على الهينة؟ وشو فكركن يعني؟ قولولي يا جماعة، بدكن الدولة تعمر وتساهم بالصناعة، التجارة تمشيها وتحسن الزراعة، تساعد العلم والفن وتسهر على مصالحكن، وكل ما تقاتلوا اتنين تركض وتصالحكن، وبدكن بالنتيجة يوم الدفع تسامحكن؟ لاش الدولة بتاخد اجرة؟ وفكرك انه الدولة عندها نبع مصاري؟ الدولة بدها تقبض، يا بتقبض من الاهالي وبتحسن وضع الاهالي، يا بدها تقبض من برا وتصير متزلمة لبرا. بدكن دولتكن تقطع ايدها وتحمل كيس وتنضار تشحد؟ هلا يلا اشتغلوا حتى تصيروا دولة. دولة ما بيبنيها شعب منا دولة. ما سمعتوا الزلمة شو قال؟ كل واحد على شغله. يعني غيرت رايك؟ أنا هيدا رأيي من الأول، كل عمري أقول إنه الحكومة مهضومة. تشرين عم يجمع الزهر الليلاكي، غراب الحسوب والذنب اتيكي، وتشرين عم يجمع الزهر الليلاكي، ما عاد تحرزها إلك شو بيني وراح اعلمك مطلعها وانت دوري لامي. ما بدي لما اسمع، بكل ساحب ضيعه يبقى في دكين، وبكل دكين يبقى في ختيار عم يتسلى بالاخبار. مرقي واساليه لابد ما كل واحد يعلمك منها كلمه، وانت بتجمع الغنيه من ثم الاختيارين. طيب علمني مطلع. ها اسمع، بيقول بيي راح مع هالعسكر، حمل سلاح راح وبكر، بيي علا بيي عمر. لحد هون فيقنا، لازم تتعلميها، بيفرح فيك بوكي وانت بوكي عسكري. واخدت له زوادك سلمي لي علاه. لا يا ابو حسين كيف نسيت هالغنيه. Thank you.
مجلس فروسية والفرسان حاضرين، وعمجلس الفروسية جاي فخر الدين. مولانا علي واحمد شهاب وصلوا من وادي التيم. اهلا بالاصحاب والهيئه مختلفين. خليهم يتفضلوا. شو رايك يا شيخ خاطر؟ بدنا نشوف مع مين الحق. مين ما خبر القصه بده يطلع معه الحق. فخر الدين من حيك. يا اهلا بالشباب، قريبنا بعد شهاب، شو منقدر نساعد؟ مختلفين واخترناك حتى نحتكم عندك. مختلفين؟ انتو مين؟ انا وخيي. انتو خيك؟ حدا بيختلف مع خيو؟ عشو مختلفين؟ مين يحكم ويدي التايم؟ ومع مين طلع الحق؟ انا بقول معي. وانا بقول معي. هالحالي بتضلوا تشارعوا 100 سنة وما بيظهر مع مين الحق. انت اللي بتحكم بالحق. بالحق مش راح احكم، راح احكم بالصداقة. تقبلوا بالصداقة؟ نقبل. ويري التايم منخليها منطقة واسمين، حاصبية ونواحيها، ومنسميها ويري التايم التحت، وبيحكمها علي شهاب. وراشية وضواحيها ومنسميها ويري التايم الفوق، بيحكمها أحمد شهاب. رضيتوا؟ رضينا. وإخوي بتضلوا وعبعضكم بتطلوا، بتستشيروا بعضكم وبتشقوا على بعض. ليلي بتسهروا براشية وليلي بحاصبية، وين التايم تحت الغايم بتزهر وتتفيا. عاش المير، عاش المير. يا نطور النواطير، حكم محبة وصداقة اللي هن العدل الكبير. فخر الدين ومنصور، ومنصور الاهلي، شو القصة؟ بيت سيفة. شو بيت سيفة؟ قايمين عم بيتعدوا على الناس، عم بيتعدوا على الأرزاق، عم بيتعدوا. وما بيهابوا المير. ما بدي أقول شو قالوا. شو قالوا؟ قول. عم بيعيروا بنتك، بنتك اللي جوزتها لابنه. صهرك عم بيعير معهم ويقولوا عنك أشعار. شو قالوا؟ قول قول. قال جونا الطوال يهم يعز كبير، جونا القصار لا شورا ولا تدبير. يحكوا ما يتعبوا ويضلهم يحكوا مثل الضفادع يقعوا بأراني البير. شو ردك يا فخر الدين؟ لازم على هالقصة ترد. في عندي ردين. الأول، عم يتعدوا على النظام، منوجه لهم فرقة تعلمهم على النظام. تولاها يا ابو نادر. رد الثاني. الثاني قالوا شعر، بجاوب شعر. نحن صغار بعيون الأعادي كبار، انتو خشب حور، نحن للخشب منشار. وحق طيبة وزمزم والنبي المختار، ما بعمر الدائر إلا من حجر عكار. كملوا. Thank you.
والحكي اللي قاله صار غنين البيادر وفرارية الحطبين. خلق شي أبعد من حاكم أكبر من أمير، والبراج مش مقشوة عم تطلع من البواب الصغيرة، عم تطلع من قدام بواب الناس. صار براج الناس. بكرة وين بدنا نوقف؟ شوي شوي، انتظري شوي، خليه يكبر، يعلى ويكبر، ومتى علي ومجده زهر بتصير كل يوم تلفح وريح جديدة، الغيرة، الحسد، البغض، الحقد، وكل ما تعمر بيت جديد بيخلق معه حب جديد وحقد جديد، والبراج بالنهاية بتنهد على اللي عمرها وبتخلص الرواية. حكيك حلو لكن بعده حكي. اللي شي خبرية امسكها بإيدي. قلتلك شوي شوي، إشاعات نشرناها، تقارير بعتناها، وعملنا تنقلات بحراس الأمير، كل اللي بيبغضونا رأيناهم ونقلناهم. أنا بدي استعجل وانت منك مستعجل. بدي شوف الخيال الجايين على الريح بإيديهم سيوف البرق. صار لازمنا عمل حاسم، يمكن تمرق 100 سنة ويبقى حاكي. نحن تحت هو فوق وحاكي. إذا هيك ما إلكم إلا الثورة. إسطنبول بتساعدنا؟ إسطنبول بترضى عنكم. وإذا فشلنا؟ فخر الدين بحاكمكم. فإذا أنتم مش معنا؟ نحن معكم بخدمتكم. شو عم نلتم بهالقبية؟ نلتم نرسم خططنا ونتهيأ ونخبر قصص الدم، وهو بسيفه يفرقنا مثل الورق اللي عم يتوجع وكل ساعة يعلقنا. إسطنبول عم تطلع. انتوا اذا بتصوروا صورتكم مش لاسطنبول، بتصوروا لمبادئكم تترجعوا كراسيكم، او ثوره دمويه او نبقى بلا حريه. الحريه يا اميره بتغذيها البطوله، والبطوله الموت، وانت مستعجل كتير. وانت؟ انا لشو السرعه؟ كل ساعه ولها ساعه، ومهما يتأخر الوقت بدها تدق الساعة. الانتظار أحلى من الموت، الانتظار بيتغير والموت ما بيتغير. انتظر شوي لابد ما تدق الساعة. دخلي ضابة الحرس. بلوك باشي كجوك أحمد. نعم يا رفعت أفندي. في قصة مش مهمة، إنما لازم أقول. نعم. بنت اسمها عطر الليل. عطر الليل. أيوة. وشو قصتها؟ عم بتغني بين الناس. غنى وبس؟ بس. وبعدين؟ شي غريب، هيدا بنت عم بتدور من بلد لبلد، من ورشي لورشي، بتقول شي بعدين بتمشي، بس بيبقى شي. راقبوا لكل الناس، مرات اللي ما بنهتم له بيكون هو الهم كله. هيدا امر النقليات، بلغ حرس الامير. عطر الليل شو بدها؟ ومين اللي علمها الغنيه؟ قال لها احمليها ودوري فيها. ومعقول تكون النغمه صارت نجمه تمدلن ايدها بالعتمه؟ صوت الضيعة اللي عم تتجمع والبيوت اللي عم تتطلع، كلمات المجد المنسية رجعت، ناديل اللي كانت مطفية ولعت، وشفاف الناس اللي كانت محروقة بشمس الخوف صارت عم بتغني وتحكي وتطلب. أنا شايف وجهه وسامع صوته، صوته هو بالغنية. عجل من نقليات. Thank you.
الليل. كيفك يا بي عباس؟ كيفك انت يا بنتي وهالغيبي وين كنتي؟ انت بتعرف انت اللي حملتني السيف والهم اللي خلف السيف. انا مش ندمه ويطلب مني اخوتي قدمهن كمان. ولوين رايح انت؟ انا نقلوني. لوين يا بي؟ ما نقول عبعلبك. وليش عبعلبك؟ العسكري ما بيسأل. ما كان احلى تضل عند المير. كان احلى كدير عالقليل بحرس. بس البلوك باشي كجوك احمد طلع الامر وقال نقول. وخلي حدا يقله لفخر الدين. ولا شو يقله؟ في براسه الف هم وهم. بعد بده بعسكري يهتم. انت بتحبه؟ الكل بيحبه. ومثل ما حكينا العسكري ما بيسأل بيته البارودي يحمل ويرحل. هون بالخدمة وفوق بالخدمة. وان ما تنقلنا بهالوطن نحنا منتنقل. يا بي يا عباس المنقول عبعلبك. لو بتعرف بس شو بحبك. يا ريتني صغيري وتحملني مثل ايام المضت وتحطني بقلبك. ومثل ما حكينا نجيتي صوب السهل. طلي علينا نحن بالقلع وما تنسينا. بي راح مع هالعسكر حمل سلاح راح وبكر. بي راح مع هالعسكر حمل سلاح راح وبكر. بي علا بي عمر. مين سهران؟ في خبرية قصة جديدة بدي خبرها لحدا. ما حدا بدي يسمع. مين طلع الدرجي ومين جز على الدرجي؟ ولك اسمع. ولك مين طلع الدرجي ومين جز على الدرجي؟ ولك اسمع. مين طلع الدرجي ومين جز على الدرجي؟ اسمع شو قالوا على المير. شو قالوا على المير؟ عم بيقولوا ان المير عامل استقبال كبير. ولمين هالاستقبال الكبير؟ وفد جاي من اسطنبول وفي معهم رسول. ومين هالرسول؟ محمد أبو شهين سلاح دار السلطان. يا ترى في شي قصة؟ بيقولوا في فرمان. وشو يعني الفرمان؟ يعني مكتوب طويل بيبقى فيه أمر جليل مكتوب بخط السلطان. والله والله يا إخوين شو قصة هالفرمان؟ عم بيقولوا شي خطير. ليه حق الوفد يوصل ومنعرف شو بده يصير؟ اشتقنا شكري. في كاس الصحبة. كاس الشبيب اللذيذ. خبرتهم عن الوفد. خبرتهم. عفارم عفارم. بس ما فهمتوني شو جاي يعمل هالوفد. جايب لقب كبير من شان حضرة أمير. يعني ولاش هاللقب؟ اسطنبول في رص في تفكير.
الباب العالي ياي الصدر الأعظم ياي السلطان ابن السلطان أفضل عن جد سيف السلطنة طويل شكري ايه شكري ايه شكري ايه هيدا في برطيل شو؟ اسطنبول ببرطيل الأمير ما بظن انه المير بيقبل بالبرطيل شكري شو؟ كل الناس في برطيل 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 أمان الله برطيل كل الناس يا باباس هيدا كله في برطيل 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 أمان الله برطيل كل الناس يا باباس هيدا كله في برطيل الكبير الصغير القصير الطويل برطيل برطيل هيدا كله في برطيل وسيف السلطان طويل أمان الله بالبرطيل برطيل برطيل أمان الله برطيل كل الناس يا بابا هيدا كله في برطيل الكبير برطيل دي شش شش الصغير برطيل الكبير الكبير برطيل دي شش الصغير برطيل الكبير إنما مثل ما حيث ما في برطيل وسيف السلطان طويل أمان الله بالبرطيل برطيل برطيل أمان الله برطيل كل الناس يا بابا هيدا كله في برطيل 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 أمان الله برطيل كل الناس يا باباس هيدا كله في برطي كمش ليه ولا تخبر عنا لا شو خليته يضحك عليك استروني هات هالقنين والسلي والغراب كلاش بارطيل بارطيل امان الله بارطي خدوه بس اسكتوا بس خدنا لك الغراض وبدنا نخبر عنه نحن يا شكري ما بينفع معنا البرطي وقفوا تشاركونا بالحفل وتشاركونا بالراي انت سيد الراي
جاي من الباب العالي وفدوا في معهم كاتيب حبينا تكونوا معنا وتطلعوا على المكاتيب تسلم تسلم الله يديمك ويخليك قناصل يتفضلوا قناصل يتفضلوا قنصل هولندا قنصل فلورنسا قنصل بريطانيا قنصل فرنسا وفد الباب العالي محمد أغا أبو شاهين سلاح دار السلطان حضرت له أزمة فرغول مرافق محمد أغا بلوك باشي أغلب باشا عسكر دار الوجاك الانكشاري خيلك أصيلي ومحمي مرا حي نعم يا محمد أغا من السلطان ابن السلطان السلطان مراد الرابع خان إلى فخر الدوحة المعنية والإمارة اللبنانية فخر الدين المعني الثاني الكبير بتمام التقدير أنعمنا على الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير بلقب سلطان البر سلمناه سنجق نابلس وعجلون أنا بشكر السلطان باسمي واسم هالشعب ويا محمد آغا الطارف أنا الآب ما بدي لكن هلأ بالذات رح أقبله تعرف ليش؟ ليش؟ لأنه كلعب جدي وأنا بحبه لجدي عيش 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 غيره يا محمد آغا رسالة من الصدر الأعظم تفضل إلى حضرة الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير بلغنا إنه عمرت أربع جسورة عالأربع نهورة وبنيت قلاع وحصون وسعت المواني بطرابلس وصيدا وبيروت وعملت بيروت عاصمتكم وكبرت تجارتكم وعملتوا أناصل دول هالقضايا منعتبرها عدوانية بتهدد مصالح دولتنا العلية شو بدك يا فخر الدين على هالكلام الرد منقول موانينا انفتحت مش رح من سدة وش صورة عمرت مش رح من هدة والحصون تحصنت بس الصحبة حدة بلاد بدها تتقدم ما حدا بردة قول لاسطنبول نحنا وطن عم يتلاقى بيعلق لعوض راجو ومادد ايده للصداقة لا رح نتعدى حدا ولا حدا علينا يتعدى تسلم الله يديمك يا عمر مشغرة يا بدر وادي التايب
ولا يصيب وجهه ضيق. خطة آدم كن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة والكون الصدارة. خطة آدم كن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة والكون الصدارة. خطة آدم كن على الأرض هالدارة.
بدك ترتاح. كيف بدي ارتاح وعسكر مصطفى باشا زاحف علينا بهالليل؟ على حساب صرنا صحبي مع الباب العالي. وشو هالصحبة اللي بتتغير بين ساعة وساعة؟ بتتغير وكل والي عزوقه بده يتدخل، وبدك ترضيه وإلا بيزعل وبيزحف عراس جيوش وبده يحتلك بأرضك، يحتلك ويزلك. صاروا بوادي الأرض، دافعوا خيالي سيوف وبوارين ورجال بها البر، زاحف وزاحف وراها الشر. وعددهن قديش؟ عددهن 12,000 وعددنا 4,000. يعني الواحد منا بدو يقاتل ثلاثة، بدو يقاتل ثلاثة. قايلهن الوالي مصطفى باشا العثماني، خلي العسكر يتحضر. والخطة شو الخطة؟ أنا بدي أتمركز على مدخل نبع عنجر، ومعي السكمان جداد ورجال الغرب والمتن والخيالي، وإنت يا علي ابني تمشي عبرج المجدل وخود السكمان العتاب، وفي معك اللمعيين وفي معك رجال الجرد، ووصل عطل الخراب تتساني الولاد شهاب. والآيد الكتخدة بدك تقاتل ومعك رجال جبل عامل، ويونس مع رجال الشوف ومع رجال كسروان بتمركز جنوب عنجر حد كروم البياضة. ولما بتشوفوا العدو وبيصدر أمر الهجوم، ارفعوا بيارقكن، خلوا الموسيقى تضرب، عطول الضلة تضرب، وخلي ايديكم تضرب، تتصير قلوبهم تضرب. يلا قربوا يا مير، خليوني أقربوا أكتر. ركعنا بها
يا ساكن العالي عنا بيوت سطوحة علي ورا علي بوابها مفتوحة للشمس وللحرية عنا بيوت سطوحة علي ورا علي بوابها مفتوحة للشمس وللحرية يا ساكن العالي اطراف الايام قدرنا ننام عايدين السماء مصطفى باشا بساعة غضب هاجم لبنان لكن الله قدر وبلدكم انصان ويا باشا ما بسألك عن موقفك منا لو كنا انكسرنا بس منعرف شو رح نعمل نحنا مازال انتصرنا يا باشا انت حر وبدك تصدقنا حر بترجع بتعدينا حر لكن احنا وطننا بده يبقى حر بدي لك شو
خيلك واسع يا ابو السيف القاطع، ملعب خيلك واسع وقواس الزيني منصوب لعزك انت وراجع، والسابع يترش العنبر وبلادي عايدك تعمر. يا ترى صحيح ناس مبسوطين وعم يتعمر لبنان؟ إذا كانوا مبسوطين وعم يتعمر، ليش أنا ضد المير؟ ومعقول يتعمر وطن ونحن مسحوقين؟ الوطن أنا ومني بتبدأ الدنيا، وإذا أنا ما كنت ما في وطن. دقت الساعة وأنا مسافر. لوين؟ رايح على اسطنبول. ليش؟ تفهمون عن قرب قصة المير ونيته. وشو بتفتكر بيصير؟ حرب. حرب؟ ليش انت خايفة؟ موقعت عنجر بداية حرب، لطحة أوج السلطنة، صار لازم خطر فخر الدين يوقف على حده. الحرب يعني الويل، يعني خراب وموت بلبنان. ما بتنتهي قصة المير إلا بحرب كبير. يحكجك أحمد، نحن ضد المير بس مع لبنان. أحسن كتير لو كان فيكم تسحقوه من غير حرب. ما عاد إلا الحرب. في إلك مطلب من اسطنبول؟ مطلبي إنه تلاقوا حل ما يخلي اللي عندهن عزة يغرقوا بالذل. باقة زهور، تقبلي باقة زهور؟ مين انتي؟ انا عطر الليل، ما بتعرفيني، انا بمرق هيك وما بينكتب اسمي، بس انا بعرفك، انتي الاميرة منتهى. كنت شوفك تمرقي عالطريق العالي وتطفر بعيني دموع من طلتك هالعالي وراسك المرفوع. الهيئة تعرفنا يا عطر الليل، خبريني باقتك شو فيها غير الزهور؟ يا ريت فيي خبرك، بحب اني اقول شي بس بفزع للكلام يجرح اللي بحس فيه. وبسألك، نجينا تنكتب اسمنا بحبر العتم وغرقت بلدنا بالعتم، شالك النقي بضلوا نقي؟ قولك يا عطر الليل، جن الغضب بالبال وجرح بياض الشال. وبودعك، وإن كان في إلنا لقى ورجوع، بحب غنيلك لطلتك هالعالي ولراسك المرفوع. من وين إجت عطر الليل؟ لوين راحت عطر الليل؟ يا ترى إيدي ارتكبوا خطية؟ يا ترى تمي حكي اللي ما بينحكى؟ ما عاد فينا علي، ما عاد فينا علي صمت ومحانة. حطنا على الحد بين الخيام والسكوت، وما لنا نختار. اسمنا يا ينمحى ما ينكتب، أو ينكتب بالعار. Thank you.
صياد وشد شباكة إلى ليزا منشورة عالبحر شباكة إلى ليزا لمع الموج بعيد وفرح الصيد يزيد إلى 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 ليزا إلى ليزا إلى ليزا يا صياد وشد شباكة إلى ليزا منشورة عالبحر شباكة إلى ليزا لمع الموج بعيد وفرح الصيد يزيد هلا 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 ليزا هلا ليزا هلا ليزا صافي صافي لون المي الزرقاء وجاي جاي من ايديك الرزق صافي صافي لون المي الزرقاء وجاي جاي من ايديك الرزق وطيور الحزينة السفينة وطيور الحزينة تتبع السفينة عدلها يا بحر الواسع هلا 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 ليزا هلا ليزا هالمينا بتملي العين يغز العين والعينين يغز العين يغز العين هالمينا بتملي العين يغز العين والعينين مراكبنا تروح وترجع تشحن ضايع وترجع مراكبنا تروح وترجع تشحن ضايع وترجع صار عنا اسطول تجاري بدو يقطع المصاري عيني ايه معلوم ايوه طبعا يغز العين يغز العين هالمينا بتملي العين يغز العين والعينين هيك لا لحد هون وبس اهلا اهلا شيخ المينا لا اهلا ولا سهلا يا عالم صحيح انه الشغل مليح لكن هيك لا لحد هون وبس تتدبر يا شيخ المينا عود ارتاح ما برتاح على مين بترك البحر شيخ امتى بترجع مراكبنا ما بقى الا توصل فضت شحني وجيبي شحني بدنا نشحن شحن جديدة لا عم تسأل شه قولوا له رح اصفقك ها طبعا في شحن جديد حراير قطن زيتون صباغة وقماش وصابون شو شحنة بدها تطير عقل العالم مراكب بيعد الموج نطفق عن شواطئ العالم والعالم تسأل من وين ويقولولن نطرابلس من صيدا من بيروت شفتو منين ولا يغز العين يغز العين هالمينا بتملي العين يغز العين والعينين وابني معهم بالبحرية الليل بيوصل وعشية رح اطلع ارتاح شوية ما بدك تستقبل ابنك لا
خلي يوصل لحاله جدع اقعد ارتاح ما برتاح يا ولد شوف الست شو بدأ ايه والله لازم ارتاح يا صبي نزل البالة شو هالحالة بين بعض ما طلوا تأخروا ايه الله كريم بيطلوا صار لازم يطلوا ارتاح ارتاح يا شيخ المينا مراكبنا جاي يا شيخ المينا خلف شواطئ الدنيا كلها شواطئنا ارتاح ارتاح يا شيخ المينا ارتاح ارتاح يا شيخ المينا مراكبنا جاي يا شيخ المينا خلف شواطئ الدنيا Bye.
وقلب الناطر
حرب الحرب علة الحرب علة الحرب. العسكر العثماني صار حدود لبنان. شو عم تحكي؟ الدولة العثمانية انتصرت على العجم وصار بدها تحارب المير. بيعتت له جيش كبير 100,000 عسكري وأيد هون الكيجوك أحمد يلي راح على اسطنبول وعملته وزير. أحمد عسكري اللي تربى عند المير. الكيجوك أحمد ما غيره واللي تربى بلبنان وشرب من مياته ومشي بفياته جاي تيحارب لبنان. شي مفهوم فرخ فرخ الدين باب الجولة. شو عم تحكي؟ وليش الحرب؟ جيل ولدي مهجيل. نحن راح نطلع على الكيجوك. الكيجوك أحمد وجيشه مغلوبين مع بمعنى. طيب السلطنة طويل؟ الحرب؟ يعني كل العمرني بده يرجع يتهدم؟ ينبت على الطرقات الشوق والفرح يتهدم ويزهر الدم. لا تخافوا البلاد الأغنى واللي بده يخط هون بذبح وجرش. إذا هلأ صار
أنا بعرف النهاية وبدي يكون في نهاية، بس النسح لازم يتعوص أقواص، مش لازم يخطر ويموت بوكر وعالقش. ست كبير يخلص منهم فوج، بيجي غيره فوج، ما راكب بالبحر ومدافع بالبر، هني 100,000 ونحن 25,000، أكتر منا شو بيهم؟ عجبال عم نقاتل بسمول، عم نقاتل كل شبر وحقه قبر، رشتي جاي قلب الثالث جاي والضبابي تحضننا، ويا ويلهن منا بدنا نضل نحارب نغلبهن او ما يضل مين يحارب. وليش هالحرب؟ منخليهن يقتلوكي انت وامك، ما كان بيقدر يسالم، كيف بده يسالم؟ مسكين اللي بيكبر بيته بيصير يقطف الحسد، مجبور يدافع عن بيته. بيي بعد يلي صار قولك معه حق. ايه معه حق. عشان انتصار بسرعة ونحن بيعطيكم أمان. سيف السلطنة طويل مش عاوزنا، لازم مساعدات من أهالي، لأنه إذا تأخرنا بيتعب عسكرنا وبيصير في خطر. خطر شو؟ بيصير شتاء، بيصير تلج، وإذا صار شتاء وتلج عسكر السلطاني بيرجع. إن شاء الله تشتت. أحلى ما يبرش للبصل اللي زرعته. للشتي وحده بينصر ولا عسكر هون بيكسر، اللي بيخوف يا شيخ خاطر الخياني. الخياني
بتهد الرجال وبتنهي الأبطال وبتضل جيعاني. عطر الليل كيف وصلت الهوى؟ مشيت وصلت. عطر الليل بين الناس المال سيونا، كيف حالك يا عطر الليل؟ قلبنا عليك وأهالي البيوت عيونهن لهون وعم بيصلوا. خايفي يا عطر الليل؟ اخبار وعسكر وبياري، الكشك حاصر المغارة. كيف عرفوا انه المير ببغار يجزين؟ عسكري من السكمان خبر عسكر السلطان. الخيانة يا شيخ خاطر، من قاوم للنهاية صار الثمن كبير وكتروا الأحبة اللي راحوا. يونس خيي وعلي ابني واصحاب عسكرنا، تقلت كفة الميزان بهاك الجهة. وين صار الكشك أحمد؟ طالب إنه يشوفك وقال في معه مفاوضة. بيقولوا إذا حضرتكم رضيتوا بالتسليم ورحتوا لإسطنبول، السلطان بيتفاهم معكم على الشروط اللي بتريدوها. اكتب يا شيخ خاطر. حرسنا 3000 شخص ونحمل معنا أغراضنا عقافل كبير، ونحمل معنا 1,000,000 ذهب، وساعة المنريد نقابل السلطان والبواء عم تعزف قدامنا. خلص الحبر من الألم وخلص اللي بدنا نقوله. أعطيه الورقة للكجك. ليش عملت هاي وحصن مصر كبير؟ بعد فينا نقاوم خلينا نقاتل يمير. لا، ما بدنا نهبط يلي عمرناه، واللي بدنا نقوله إلا وعرفوا بإنه لبنان كان وصار وبدو يبقى. لبنان انبنى وهلأ المفاوضة صارت علي أنا. أخر الشتي الهيئة مش رح بتشتي. معقول تكون النهاية وهيك بيخلصوا الأبطال؟ بيخلصوا الأبطال قصصهم ما بتخلص، بتضل الأنجيل اللي مضوي بالبال. وبتترك لبنان؟ بسألك يا عطر الليل، زرعت الأراضي؟ زرعت. عليت الجسورة؟ تعمر وعمي تعمر. فإذا صار بقد الروح أنا شو بهم بيد أو ما بيد، هو بيبقى. بيروح مع هالعسكر
حمل سلاح راح وبكر بي على بي عمر حارب وانت صرب عنجر بيك صار برج مصور صار القصة اللي بتتخبر قلب وبرد ويرجع يغلب راح وبرد ويرجع أكبر Hey!